مساء الخير عليكم. زي ما وعدناكم النهاردة ان احنا هنعمل فكرة مجنونة من جذع الشجرة اللي احنا وريناه لكم في فيديو الاباجور اللي هيظهر على الشمال هنا. طبعا انتوا فاجئتوني بوجودكم وتوقعاتكم، في اللي قال لي هتعمل ترابيزة متعددة الادوار، وفي اللي قال لي هتعمل اباجور تاني، واعجب توقع كان ان انا هعمل منها نافورة. عموما هي ولا واحدة من التلاتة، هي شجرة، بس شجرة ايه؟ تعالوا نشوف. هي شجرة قل. يلا بينا نبتدي بسرعة وما نضيعش وقت. يلا. ابتديت البروجكت ده بان انا محتاج شوية خشب شجر صغير علشان اعمل بيه اربع حاجات. فابتديت انظف الفروع الصغيرة اللي عندي اللي شبه مستقيمة، لان هي كان لازم تكون مستقيمة نوعا ما. قعدت انظف الورق الناشف، قعدت انظف الفروع الصغيرة خالص، وطلعت كمية لا بأس بيها، انا مش محتاجها كلها لكن علشان اختار منها اللي انا عايزه. دخلت بيهم على البنش علشان اختار الكمية والمقاسات اللي انا عايزها. ابتديت اقطع المقاسات اللي انا عايزها من الفروع اللي انا اخترتها، واستعملت جج قديم عندي جدا 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 من ايام ما كنت بشتغل بالمنشار اليدوي، وقطعت 16 حتة، 8 كبار و 8 صغيرين. وزي ما انتم ملاحظين اخترت الاكثر استقامة منهم لان لازم يكونوا مستقيمين نوعا ما. ودي كانت نتيجة التقطيع، وجهزتهم علشان المرحلة اللي بعد كده. انا طبعا عايز اسيب خشب الشجر زي ما هو بحالته الطبيعية تماما، لكن كان في بعض النتوءات كده اللي هي بقايا الفروع، فكان لازم اشيلها بالصنفرة. استعملت المالتي تول، الصنفرة بتاعته، ما حاولش اخدها على الساندنج ماشين علشان ما بوظ لون الخشب ولا القشرة الخارجية. حاولت بقدر الامكان ان انا اسيب الخشب بطبيعته بقدر الامكان، لان هو ده المغزى من اللي انا بعمله، ان انا اسيبها طبيعية جدا جدا جدا. شجرة لازم تفضل شجرة. جبت ابلكاش وجبت اكريليك وابتديت اقسم اربع مربعات اللي انا محتاجهم علشان اقطعهم على التيبل سو. خلصنا التقسيم وهنتجه للتقطيع. قطعنا الاكريليك والابلكاش على التيبل سو وطلعنا اربع قطع متساوية زي ما انتم شايفين. هناخد العيدان المستقيمة اللي احنا قطعناها وهنشقها علشان نعشق فيها الاكريليك والابلكاش، وهنعملها على التيبل سو وربنا يسترها معنا. خلصنا المجرى على التيبل سو، جينا علشان نعشق الابلكاش والاكريليك في الخشب علشان المرحلة اللي بعد كده، واللي هي هتبقى تقفيل هذا الشكل. جبنا مسامير سنارة وجبنا شاكوش خفيف 100 جرام عشان ما يزيش الخشب، وابتدينا نقفل المربعات. آسف على اهتزاز الكاميرا لأن ده من دق الشاكوش. وقفلنا أول مربع. خلصنا ثلاثة وده آخر واحد بنقفله علشان نخش على المرحلة اللي بعد كده. ابتديت اشيل الاجزاء الزيادة من الفروع اللي انا مش عايزها علشان الشكل يطلع كويس. ابتديت انظف النتوءات الصغيرة اللي في الفروع بعد ما قطعنا الزيادات علشان يبقى شكلها حلو وتبقى نوعا ما شكلها على طبيعة الشجرة. حاولت بقدر الامكان ان انا اسيب خشونة القشر زي ما هي، اللي هو اللحاق بتاع الشجرة، علشان هو ده من المغزى من البروجكت، ان احنا نسيبها شجرة على طبيعتها لكن هنلونها في الآخر. ابتديت أقص جزء من فتيل 10 ملي علشان أركبه ما بين فرع الشجرة أو جذع الشجرة والقاعدة بتاعتها، وهربطهم بصامولة فرشة. بنخرم في جذع الشجرة بصورة مستقيمة بالشنيورة علشان نركب الفتيل. بعد ما قطعنا الفتيل ركبت عليه صامولتين فوق بعض علشان اعرف اربطه في جذع الشجرة علشان المرحلة اللي بعد كده اربطه
في القعدة اللي قدامكم دي من خلال الصامولة الفراشة اللي ركبناها. جبنا القعدة وجبنا الجزع بعد ما ركبنا الفتيل وابتدينا نربط القعدة بالجزع من خلال لف القعدة. بعد ما خلصنا تركيب الجزع في القعدة اشتغلت اليومها لغاية بالليل علشان افك جدلة الحبال الكتان لاني محتاجها في البروجكت ده. طبعا طلعت عيني لان هو كل ما بتفك التجديلة كل ما بيفرط منك، لكن نجحنا في النهاية وعملنا الكمية اللي احنا عايزينها. بعمل مجرى في كل فرع من فوق علشان هعلق عليه حبل، فكان لازم يكون غاطس علشان يثبت. ابتدينا مرحلة الفينش، هنصبغ الأربع مربعات دول بلون نحاسي، نوعا ما نحاسي غامق علشان يعكس المغزى من البروجكت ده. طبعا بنستعمل الفرشة في حالات الحاجات الصغيرة والمزانق، لكن الباقي كله بنعمله بحتة قماشة قطن. بنصبغ كل حاجة كويس جدا جدا جدا. جبنا زيت البارافين اللي انا بعشقه في دهانات الاخشاب لانه سهل وجميل وبيسيب الخشب على طبيعته، وابتدينا ندهن المربعات بالفرشة لانها صغيرة وصعب الواحد يعملها بحتة قماش قطن، وابتدينا ندهن الجزع والقعدة كذلك. سيبنا الجزع والقعدة ينشفوا شوية هما والأربع مربعات دول، وابتدينا نمسح الزيت الزيادة من عليهم، وركبنا قواعد فل علشان توزن القعدة لما نحطها على الترابيزة، ومسحت كمان الأربع مربعات والأربع حتت أبلكاش اللي هيتعشقوا فيها. طبعا انتوا فاكرين الليله اللي انا سهرت فيها علشان افك الحبل المجدول. دلوقتي انا بركب الحبل في الاربع مربعات بمقاسات معينه لاني ناوي اعلقهم على الشجر. اكيد عرفتوا شجرتي. خلصنا تعليق الاربع مربعات وهنخش على المرحله الجايه اللي هي تزويق طرف جذوع الشجر. وأخيرا وصلنا للمرحلة الأخيرة ألا وهي تزويق فروع الشجرة بحبال. بحط طرف الحبل وابتدي ألف عليه وبلزق آخر الحبل بسوبر جلو وبحط عليه مثبت وأقطعه بالكتر علشان يدي منظر حلو، منظر ديكور لجذع الشجرة بالكامل. الموضوع سهل جدا يعني. وأخيرا حطينا الشجرة في مكانها النهائي اللي صممناها عشانه. طبعا انتوا عايزين تعرفوا هي ايه. هي شجرة العيلة. انا لما لقيت الجزع ده اربع فروع قلت هعمل منه شجرة عيلتنا لان احنا اربع افراد. اتمنى يكون البروجيكت ده عجبكم. كنت معاكم احمد رأفت، قناة نجارة.com.